أطلق معهد الكويت للأبحاث العلمية الملتقى الإقليمي الأول لمنظمة W3C العالمية، حيث تعمل هذه المنظمة على تقديم خدمات عديدة لضمان إتاحة المحتوى الإلكتروني للأشخاص ذوي الإعاقة. صار عالمنا الآن عالم البيانات وعالم المعلومات، الآن متوفر على الإنترنت أو على الشبكة العنكبوتية، والآن للأسف بس ولكن هذه المعلومات والبيانات لن ما تكون متوفرة للكل، وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وعلي طبعا الملتقى هذا يستضيف W3C، طبعا W3C نشاطاتها كثيرة بما فيها نشاطات المتعلقة بهذه الفئة المتعلقة ذوي الاحتياجات الخاصة. الملتقى يتضمن ورش عمل متخصصة تهدف لتوفير المعلومات وتدريب ذوي الاختصاص على كيفية موائمة المحتوى الإلكتروني ليكون متاحاً لفئة ذوي الإعاقة. في استراتيجيتنا نأتي متماشين متواكبين مع رؤية كويت جديدة 2035، وذلك من خلال أن احنا نقدم جميع الحلول المطلوبة بما يضمن فرص وظيفية أفضل، نظام تعليمي أفضل، وأيضا في النهاية تكون حياة أكسسبل أو حياة إن شاء الله لائقة لإخواننا من الأشخاص ذوي الإعاقة. حابين أن نكون سباقين بالW3 في عملية الويب أكسسبيلتي. الويب أكسسبيلتي هو إتاحة المواقع للمعاقين أو لذوي الاحتياجات الخاصة. راح تكون في ورشة عمل في النطاق وكيفية استخدام التكنولوجيا المساعدة. الهدف هي توعية المجتمع الكويتي والمجتمع الخليجي في كيفية إمكانية المعاق استخدام الإنترنت واستخدام الويب تكنولوجيز. استضافة هذا الملتقى يأتي انطلاقا من جهود دعم خطط التنمية الوطنية التي تتماشى مع رؤية كويت جديدة. الملتقى يهدف إلى تنمية الوعي العام والمهارات الخاصة بتقنيات وتكنولوجيا الويب للجهات الحكومية والخاصة التي تنعكس إيجابا لفئة ذوي الإعاقة. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.